واجدد التحيه بكم مره ثانيه مع انطلاقة شوطنا الثالث عشر في تعداد اشواط مساء هذا اليوم. الشوط الثالث عشر وهو الخاص باللقاية الجعدان المحليات الاصايل المملوكه لاصحاب السمو الشيوخ، انطلاقه سليمه ورائعه كما يتمناها الجميع. نسير مباشره نتابع البدايه، نتابع المقدمه، نتابع التحديات الرائعه، وارهني اللي قاد المجموعه مع الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الامتار الاولى. نتابع بدايه هذا الشوط وارى النوف من قاد المجموعه التابع لهجن العاصفه، يقدم الواثق حمد بن راشد بن غدير ومع المركز الثاني، مع المركز الثاني ارى التحديات من شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمد براد المكتوم بقياده خليفه بن سلطان بن رشيد، ومع المركز الثالث من الجانب الاخر ارى هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقياده سعيد بن راشد بن غدير. نتابع المركز الرابع، نتابع ايضا التحديات الظبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في المتابعه والانطلاقه مع المركز الرابع. خامس التحديات، التسلل من لزيم أو أرى القدوم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. لزيم التابع الهجن العاصفة يقدمه الواثق حمد بن راشد بن غدير، والتسلل من مساهم التابع الهجن العاصفة بقيادة أيضا حمد بن راشد بن غدير. بينما انطلقنا مع المركز السابع بأرهني ملبي، أرى ملبي ياتي سابعا لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم عبد الله بن ثعير بن هايري في متابعة وانطلاق ملبي. ومن الجانب الاخر، من الجانب الاخر سلهوده لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقياده المحنك سعيد بن راشد بن غدير. تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع التسلل الانطلاق المثير في هذه اللحظات من شعار سمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم ومتابعة حمد بن علي العويسي من أعلن هذا الانطلاق مع المركز التاسع وعاشرا. نتابع أيضا شعار سمو الشيخ محمد بالمر بن مكتوم المكتوم اللي تابع سعيد بن سالم اللي نبي من بدأ يتدخل في هذه اللحظات مع المركز، مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية، نتابع مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، التحديات رائعة، وشاهين على المقدمة، شاهين على الصدارة، شاهين يندفع بناموس هذا الشوط بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير في عملية التضوير والمتابعة. ولكن أرى النوف يا سلام مع المركز الثاني، مع المركز الثاني التابع لهجن العاصفة يقدم الواثق حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز الثالث انطلاقة مساهم، انطلاقة مساهم اللي بدأ يساهم في هذه اللحظات مع هذا التحدي المثير مع هذا الانطلاق الجميل. مشاهدينا متابعينا الكرام مساهم التابع لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير من يتابع انطلاقة مساهم. والعود نعود مع الصدارة وأرى التحديات في هذه اللحظات. نتابع أيضا شعار هجن زعبيل بدأ يتدخل مشاهدينا متابعينا الكرام بقيادة أيضا راشد بن محمد بن مروشد من يتابع هذا الانطلاق المثير، من يتابع هذا التحدي الجميل. يا سلام، التحديات رائعة، الانطلاقات جميلة مشاهدينا متابعينا الكرام. شوط يحمل الإثارة، يحمل التحدي، يحمل التحدي يا الكوكبة الثلاثية، الكوكبة الثلاثية على مقدمة هذا الشوط مع هذا التحدي المثير. يا سلام، حيات رائعة، الانطلاقات جميلة، ولكن نتابع الصدارة، نتابع البداية، نتابع يا سلام الكوكبة الرباعية والمربع الذهبي والنوف، ولكن أرى هني شاهين
وشاهين الآخر والتحديات من مساهم. المربع الذهبي يحتضن أكثر، أكثر من اسم، أكثر من شعار. التحديات رائعة، الانطلاق الانطلاق، النوف 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 النوف. ولكن أرهني شاهين وشاهين الآخر من الجانب الآخر. صدرت الأوامر، صدرت الأوامر، التحديات رائعة. وشاهين ينطلق 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 شاهين بناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام، التحديات رائعة. الخط النهاية هو الفيصل، هو الفيصل ما بين هذه التحديات الجميلة. شاهين 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 العاصمة، أو شاهين زعبيل، شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد براد المكتوم، ينتزع الصدارة. المركز الثاني شاهين من هجن زعبيل، والمركز الثالث يصل فيه مساهم من هجن العاصفة، والمركز الرابع المركز الرابع الهجن العاصفة، والمركز الخامس من حيل الأعضاء خط النهاية. نتابع شاهين ولحظات وصوله إلى خط النهاية. تهاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني للمحنك سعيد بن راشد بن غدي. لحظات وصول شاهين يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 11 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني للمحنك سعيد بن راشد بن غدير. 6 دقائق 11 ثانية، 7 أجزاء من الثانية توقيت شاهين. تهانينا للهجن زعبيل، والتهاني راشد بن محمد بن راشد، بينما اللي وصل مع المركز الثالث مساهم يقطع المسافة في 6 دقائق 12 ثانية بالوفائي والتمام. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني للواثق حمد بن راشد بن